أصدقائي، هيا نتعلم الحروف الأبجدية العربية. هيا نفكر. نتعلم ونقرأ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الهاء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الهاء. هيا نبدأ. هدية. هدهد. هاتف. هلال. رائع. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الهاء. هدية. هدهد. هاتف. هلال. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الهاء. لنفكر معا. هرة. أحسنتي. كلمة أخرى تبدأ بحرف الهاء لو سمحتي. حسنا، لنفكر معا. هرم. رائع. أصدقائي، هل وجدتم كلمات أخرى تبدأ بحرف الهاء؟ اكتبوا لنا كلماتكم المميزة في التعليقات، سنفرح كثيرا بقراءة تعليقاتكم المميزة. شكرا لكم أصدقائي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.